السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نشوف كيفية تمرير الاري بداخل الفاكشن. في البداية احنا عرفنا الاري اكس، هذه الاكس تساوي اري سايز مالتها 4 والانيشال فاليو اله لكل العناصر 0. اذا الكومبايلر عرف بان هذه الاري نوعها انتجر، فبالتالي بعدها استخدم التو فور لوب، الاولى لادخال العناصر من قبل المستخدم والثانية لعرض هذه العناصر. في البداية طبعت الرسالة المستخدم enter the elements of array، المفروض انه المستخدم يدخل العناصر عن طريق هذه الفور لوب. فبالتالي for i in من صفر until x dot size، اذا x of i ويساوي read line ومن ثم nonsavity، وحولناه الى integer على اعتبار انه هذه الاري نوعها انتجر، ومن ثم فور لوب اخرى لعرض عناصر الاري. بالتالي ادستران البرنامج فيقول لي enter the element of array، دخل ارقام integer بصورة عشوائية وادوس enter. اوكي، اذا هذا البرنامج صحيح. طيب السؤال الان، لو كان عندي array ثانية، هذه الاري الثانية اسمها y، وايضا array نوعها integer والسايز مالتها 4، وايضا اني اريد المستخدم يدخلها عناصر ومن ثم اطبع هذه العناصر، فهل من المعقول انه انشئ for loop ثانية لإدخال العناصر، وهنا أكتب بدل x dot size y dot size، وهنا بدل x of i أكتب y of i، ونفس الحالة أنشئ for loop ثانية لطباعة العناصر، وبدل ما أكتب x dot size راح أكتب y dot size، ومن ثم هنا بالطباعة أكتب y of i، ومن ثم هنا أكتب y of i. إذا لو كان عندي ثلاث array، هل معناها أنه كل for loop أكررها ثلاث مرات؟ إذا من هنا صارت حاجة إلى الفاكشن، فممكن يقول لك بأن هذه الأكواد خليها بفاكشن، وأنت متى ما تريد فأنت تستدعي هذه الفاكشن. أوكي، إذا شنو اللي راح أسوي؟ بعد ما تنتهي المين فاكشن راح أكتب FUN، ومن ثم أعطي اسم الفاكشن، مثلا سميها input بهالصورة هذه، ومن ثم أقواس وأقواس عادية. طيب هذا الفاكشن انبوت شنو تحتوي؟ تحتوي على هذه الأكواد، ومن ثم فاكشن أخرى، هذه فاكشن راح نسميها output، ومن ثم أقواس اعتيادية وأقواس المجموعة، ونفس الحالة راح نسخ بها هذا الكود، نسوي له cut ونسوي له paste. اوكي، هنا لو نشوف الكومبايلر راح يعترض بمكانين بكل مرة، يعني المكان الأول هذا الاكس والمكان الثاني هذا الاكس. فيقول لي هنا هذا الـ x شنو معناته؟ لو شوف هنا الرسالة يقول لي unresolved reference x، يعني أنا ما أتعرف على هذا الـ x، هذا الـ x شنو؟ طيب أنا عرفت هذا الـ x وعرفت الـ y، طيب شنو السبب بأنه ما يتعرف على الـ x؟ لأنه هذا الـ x والـ y معرفات ضمن المين function، فهذه function ثانية ما تقدر تقرأ اللي موجود بالfunction الأول، لأنه هي عبارة عن functionات منفصلة ما لها علاقة واحدة بالثانية. إذا معناها هذا لازم امرر له باراميتر، بمعنى انه بداخل الفاكشن امرر له متغير x، لكن هذا المتغير مو نوع انتجر ونا نوع array of integer. اذا معناها اقول له بانه هذه الفاكشن اللي اسمها input تستقبل متغير اسمه x، هذا ال x نوع array of integer بهالصورة هذه. اذا هو راح يستقبل array، هذه الاري راح يحطها بمكان ال x، إذا معناه هاي الفاكشن صارت عندها array اسمها x. بعدها راح يستمر الفور لوب من الصفر يونتل x dot size، ومن ثم راح يقول x of i يساوي read line، ومن ثم يحولها إلى integer، ونفس الحالة هنا أنا output تستقبل x، وهذا ال x يكون نوع array، ومن ثم راح نخلي نوع هذه ال array integer. إذا الآن بعد ما عرفت الـ 2 array الـ x والـ y راح استدعي الفاكشن. إذا استدعي الفاكشن input، شوف الكومبايلر راح يكمل لي يقول لي تي تستدعي الفاكشن input، لكن انتبه هذه الفاكشن تستقبل باراميتر، هذا الباراميتر نوعه array of integer. أقول له أوكي، إذا أنا راح أمرر لها الباراميتر اللي نوعه array of integer، أنا عندي 2 array of integer فإما الـ x أو الـ y، إذا راح أمرر لها مثلا الـ x، بعد استدعي الفاكشن output نفس الحالة مررها باراميتر الواي، ومن ثم أريد أدخل وأطبع عناصر الأري الواي، فبالتالي مرة ثانية أستدعي الفاكشن وأمررها الباراميتر واي، ومرة ثانية أستدعي الفاكشن أوتبوت وأمررها الباراميتر واي. إذا بهالطريقة هذه أني أدخل وأطبع عناصر لأكثر من أري، وأني اختصرت بالكود. الشيء اللي لازم ننتبه له بأنه هذا الإكس
اللي تمرره انت بداخل فاكشن ما إلى علاقة بهذا الاكس، هذا متغير واحد وهذا متغير واحد، ما إلى علاقة واحد بالثاني. لأنه الفكرة شنو؟ الفكرة بأنه انت هنا بالانبوت راح تمرر array، فهو يستقبل منك هذه الاري نوعها انتجر ويحطها بمكان الاكس. فهذه مو لانه الاري اسمها اكس فبالتالي قبله وخلاه مكان الاكس، انه هذا الاكس ما له علاقه بهذا الاكس. والدليل على هذا انه لما مررت للواي قبله وما عنده اي مشكله. يعني انت مررت لاري اوف انتجر، هذه الاري اسمها واي زد اي اسم كان، هو راح يستقبلها ويخليها بمكان شيء اسمه اكس. شنو يستفاد من هذا الاكس؟ يستفاد منه انه بداخل فور لوب يخلي اكس دوت سايز. اذا لو ندوس على هذا البرنامج ونشوف انت ذا ليميت اوف اري، راح ندخل ايليمنت احتياديه، اوكي طبع لي عناصر. مره ثانيه انت ذا ليميت اوف اري، اوكي دخل الاعداد انتجر، اوكي طبع لي مره ثانيه وانتهى. لكن هنا لو نشوف بانه اكس اوف صفر، يعني كانه ما يقول لي بانه اسم هذه اري هي اكس، ممكن نسميها اسم عام بالاوتبوت. يعني بدل ما هنا اقول له x of i راح اقول له مثلا array of i، مجرد الى انه اسم للطباعة. لكن السؤال هو هذه array نوعها انتجر، اذا هذه function input و output هي تستقبل عناصر وتطبع عناصر لarray نوعها انتجر، لازم تدخل بها parameter عبارة عن array نوعها انتجر. طيب لو انا عندي array نوعها string ونوعها character، فاضطر الى انه انشئ فاكشن ثانية تستقبل array of character. فبالتالي ممكن او طريقة معينة بانه نستخدم الطريقة المختصرة اللي هي array of ونسوي انواع غير متجانسة، بمعنى انه انواع مختلطة. فبالتالي ممكن هنا نقول له while x يساوي، هذا الاكس يساوي array of، ومن ثم راح اخلي عناصر، هذه عناصر بحيث تكون عبارة عن انواع غير متشابهة. فبالتالي ندخل اي عناصر معينة. اذا شوف هنا دخلت كل الانواع الرئيسية. اذا هذه هي الفال اللي عبارة عن x. اذا هذه x صار نوعها array of any. الان لو استدعي function input وامر لها x، الكومبايلر راح يعترض. السبب بهذا بانه يقول لك انه function input تستقبل array نوعها integer، وانت اعطيتني array نوعها any. فاوكي راح احول هذه الانتجر الى اني، اخلي الفاكشن هذه تستقبل اري نوعها اني. طبعا هنا نشوف مأشر لي على الانبوت والاوتبوت، يقول لي بانه اسماء الفاكشن يجب ان تكون تبدا بالسمول لتر، هذا الافضل. فبالتالي اوكي راح احولها لسمول لتر، ما عندي مشكله. اذا نشوف هنا استقبلت الاري اللي نوعها اني. بعدها ممكن ايضا راح استدعي فاكشن اوتبوت وامر لها الاكس بهالصوره هذه. ايضا راح يعترض هنا، فبالتالي هذا الانتجر راح حوله الى اني بهالصوره هذه. بعدها ندوس على البرنامج. اذا انت ذا ليميت اوف اري، راح ندخل انواع متعدده. يعني مثلا بهالصوره هذه نشوف اعطاني ايرور. شو سبب هذا الايرور؟ السبب بهذا انه احنا اخذنا لما ندخل عناصر الاري اللي نوعها اني، ممنوع تكتب هذا السطر بهالصوره هذه. ليش؟ لانه انت read line هنا جاء تحوله الى انتجر، فمعناها انه انت جبر المستخدم بانه ما يدخل عناصر غير الانتجر. فشوف هنا لما دخلت double مباشرة تعطاني error، فمفروض مني انه هذه نشيلها. اوكي compiler راح يتم دوسر عن لهذا البرنامج، المفروض حاليا يشتغل بشكل طبيعي. اذا انت ذا limit of array 2 ومن ثم 4.66 ومن ثم راح ادخله string معين ومن ثم راح ادخله character. اوكي بعدها طبع لي العناصر. اذا array of 0 2 4.66 ومن ثم string character، ما عنده اي مشكله. الشيء لازم اعرفه بانه الاري ليست ايضا فيها نوع اني، بمعنى انه هذه الاكس لو اريد احدد نوعها array list بهالصوره هذه، ممكن انه احدد نوعها اني. اوكي فهذه array list نوعها اني، طبعا اني بهالصوره هذه. اوكي هنا يطلب مني انه ادخل اقواس، لازم مفروض انه ادخل اقواس بهالصوره هذه. شوف هنا الكومبايلر راح يعترض لما استدعيت الانبوت والاوتبوت. السبب هذا انه الانبوت هذه فاكشن تستقبل اري نوعها اني وليس اري ليست، فبالتالي راح اعدل النوع من الاري واسوي اري ليست بهالصوره هذه. شوف هنا نبي انه الفاكشن انبوت راح عن هالايرور. نفس الحاله الفاكشن اوتبوت راح اخليه يستقبل
اري ليست نوعها اني وليس اري. اوكي اذا كومبايلر معتاد، لكن هنا أنا حتى لو ادوس ران ايضا تبقى عندي مشكله. شنو هي المشكله؟ نشوف هنا لما استري فانكشن انبوت موجود بها print enter the element of array، بعدها موجود for loop i n 0 until x dot size. طيب هو شنو الx؟ هو عبارة عن الـ array list of any اللي استقبلها، يعني خلاها مكان الx وبعدين قال x dot size. لكن شنو المشكلة هنا؟ المشكلة احنا بالـ array list ما نحدد السايز مال array. اوكي فايش اللي اسويه اني هنا في الـ input بالصفر until x dot size مفروض مني انه اشيلها. طيب لو شلتها وخليت مثلا رينج من 0 الى 5 بهالصورة هذه، لكن هنا ايضا الكومبايلر راح يعتذر. فحتى اتجنب المشاكل هذه الاكس اوف اي اللي هي طريقة ادخال عناصر بالاري راح اشيلها واستخدم الطريقة الخاصة لادخال عناصر بالاري ليست اللي هي اكس دوت اد، يعني استقبل فاكشن اد. لكن هنا أنا من أجي أقول له x dot add 4 x dot add 2، يعني أضيف هنا element. طيب هنا add لشنو؟ add للread line، ومن ثم راح أخلي النوت سيفيت بهالصورة هذه. يعني القيمة اللي أستقبلها من المتغير راح أسوي له x dot add. شوف هنا راح يشتغل برنامج ولا لا؟ راح ندوس ران نشوف الآن يشتغل البرنامج بشكل طبيعي. enter the element of array. إذا كم مرة راح يسمح لي إنه أدخل أعداد؟ المفروض انه 5 مرات، على اعتبار انه اللوب مالتي استمر من 0 لل 5، انه انا حددته من عندي، ففهمت انه ادخل 5 اعداد. اذا دخل 5 اعداد، هنا صار عندي خطا اعتقد. اذا بما انه هذه array of any قبل مني كل هذه الاعداد، او نشوف انه هي 6 اعداد وليس 5، على اعتبار انه بدا من الصفر وانتهى من الخمسه من ضمنها الخمسه، فبالتالي 6 اعداد من الصفر الى الخمسة. اذا اشتغل الكود بشكل طبيعي. لكن هنا اني دا انجبر بهالصورة هذه انه اسوي الاري ليست السايز مالتها 5. هل هناك فالطريقة انه اني احدد السايز مال الاري من المين فاكشن؟ نعم ممكن اسوي هالشي هذا، بانه هذه الفاكشن راح اخليها تستقبل 2 باراميتر وليس واحد. الاول اري ليست نوعه اني اللي هو تحطه بمكان الاكس، والثاني فد متغير هذا اسمه سايز اي اسم كان. هذا المتغير يكون نوعه انتجر. بعدها راح نرجع مره ثانيه، بدل ما اقول من صفر الى خمسة راح اقول من صفر يونتل السايز بهالصوره هذه. طيب شو الفائده من هذا؟ الفائده منها انه لما استدعي فاكشن انبوت، شوف هنا لما استدعيت فاكشن انبوت يقول لي بانه هذه function input ترى تستقبل 2 parameter. البارامتر الأول هو عبارة عن ArrayList نوع any، والبارامتر الثاني عبارة عن عدد integer. هذا العدد integer يمثل size. أوكي أستدعي function. البارامتر الأول اللي هو ArrayList نوع any فطلت الX، والبارامتر الثاني عدد integer يمثل size. إذن أنا بلحظة استدعاء function ممكن احدد size of array list، يعني مثلا اقول له size 4 بهالصورة هذه. اذا هذه الاربعة راح يحطها بمكان المتغير السايز، ومن ثم صار عنده متغير سايز قيمته 4، فبالتالي 0 يوتل 4. اوكي ندوس ران لهذا البرنامج ونشوف. enter the element of array، راح ندخل string مثلا، ومن ثم ادخل character، ومن ثم ادخل double، ومن ثم راح ادخل integer. اوكي string character double integer قبل كل الأنواع.